صباح الخير أعزائي الطلبة، رحب بكم محاضرة جديدة ضمن محاضرات الكونكريت ديزاين. بدأنا بمحاضرة السابقة نتكلم عن طريقة اليلد لاين ميثود، وذكرنا أن هذه الطريقة هي طريقة نستعملها في الحالات اللي يكون عندنا بها شكل السيستم مالتنا أو الستركتشر غير نظامي، بمعنى لا يتكون من أشكال مربع ومستطيل مثل ما هذا هو متعارف، خلينا نقول بالأبنية التقليدية. مثلا قد يكون شكل السلاب مثلث شبه منحرف أو مدور أو أي شكل آخر اللي يعني يصعب علينا أو يجعل علينا بصراحة مستحيل أن نسوي له تصميم وتحليل بالطرق السابقة اللي احنا خدناها، الدايركت ديزاين ميثود والكوفلنت فريم ميثود. لذلك ننطي فد يعني مقدمة، يعني طبعا طريقة هذه بها كثير من التفاصيل، فرح ناخذ جزء من خلينا نقول هذه التفاصيل نتعرف على طريقة اليلد لاين ميثود. بشكل موجز تكلمنا انه هذه الطريقه هدفها ان نكتشف ونصل الى الفيلير لود، وهو اكبر لود ممكن يتحمله هذا السلاب. زين، يعني حتى نفهم بالضبط شنو اكبر لود، اخذنا بدينا نتكلم عن بيم. بصراحه شويه ردنا الفكره يعني نبدي بها حتى اكو بعض المفاهيم ما مر عليكم سابقا، مثل مفهوم البلاستيك هنج، مثل مفهوم الفيلير ميكانيزم إلى آخره. رح نجي في بعض التعريفات هي مهمة جدا للدخول إلى هذه الطريقة. المحاضرة السابقة مثل ما تلاحظون تصورنا كأنه عندنا simply supported beam، هذا الآن اللي تشوفوه على الصبورة، وهذا simply supported beam مسلط عليه لود مركزي بهذا الشكل مقداره P، والآن كأنه إحنا في المختبر نسوي فحص لهذا البيم، نزود اللود step by step إلى أن يصير به فيلير كامل. فنكون تصور عن كيفية الفيلير، أو هذا المصطلح اللي أنا ذكرته قبل قليل اسمه فيلير ميكانيزم. زين، طبعا من زودنا اللود، خلينا نفترض أنه عندنا في الشاشة مع الكمبيوتر بالمختبر وهي تقرأ شكد مقدار اللود، مثلا بدينا لود بهالمقدار صار الديفورميشن بهالمقدار، زودنا اللود الديفورميشن هم زاد، ستيب باي ستيب صعدنا الى ان وصلنا في النقطه. الحقيقه شنو اللي صار؟ انه باوع على المومنت دايجرام. طبعا هنا بالمناسبه يعني اذا نتصور انه الشير، تحمل الشير جدا قوي، لانه احنا قاعد باوع نلاحظ فقط تاثير المومنت البندنج مومنت، هذا حنخليه يعني في البال، ولا اذا فشل بالشير في اي مرحله من مراحل التحميل يعني ماكو فائده بصراحه من هذا الشغل ده نسوي. احنا نريد كم هو اكبر لود يتحمله قبل ما يفشل بشكل كامل، وسبب الفشل هو البيندينج مومنت لا غير. زين، فوصلنا انه المومنت دايجرام في اي مرحله مراحل التحميل كان دائما يساوي بي ال اوفر 4، هذا من التحليل الانشائي نعرفه بشكل بسيط من معادلات التوازن. واكبر مومنت كان وين؟ هو في الوسط. فتنبأنا إذا في مراحل مبكرة من التحميل أنه هذه النقطة في الوسط سوف تصل إلى التحمل الأقصى قبل باقي النقاط، وبالتالي زودنا اللود إلى أن هذه النقطة صار بها التحمل الأقصى أكبر ما يمكن. واللي أقصد بالتحمل الأقصى هذا الرسم اللي نشوفه هنا، اللي هو يعني الكونكريت يفشل بالكراشنج والحديد يفشل بالتنشن وتوزيع الستريسز بهذا الشكل، وهذا نسميه مثلا فاي ام ان او بلاستيك مومنت كاباسيتي او التيميت مومنت سترينث، سميه ما شئت اي تسميه كانت. المهم هذا المقطع لا يتحمل عزم اكثر من هذا اللي نشوفه امامنا، اكثر من هذا المقدار. زين، اذا هذا المقطع وصل للتحمل الاقصى فايش راح يصير؟ ان هذه النقطه راح تتحول، الدوران بدل ما يكون الحقيقه يعني فيه تغيير راح يتحول الى نقطه جديده او سلوك جديد اللي يكون بها الدوران حر. هذه العباره الدوران الحر هو يعني حولها الى فشي ما يشبه الهنج، لكن انا ما اقدر اقول هو اكتشوال هنج، هو هنج حقيقي او ريال هنج، فراح اسميه بتسميه اخرى حتى افرق عن الهنج، حتى افرق عن هذا مثلا اللي بصفه، فش اسميه بلاستيك هنج. وذكرت لكم بالدرس الماضي ان الفرق بين هذا الهنج وهذا الهنج هو ان هذا الهنج الرياكشن العزم بيه صفر،
بينما هذا الهنج العزم به هو المومنت كاباسيتي او الالتيميت مومنت سترينث، ولكن لانه بعد ما يتحمل اكثر من عدها فتحول الى هنج. زين، الان وجود هنج بالنص وهنا هنج وهنا هنج، يعني 3 هنجز بالبيم، هذا يؤدي الى ان يكون انستابل هذا البيم. لذلك تولد هذا الهنج في الوسط نقول الان اصبح عندي فيلير ميكانيزم. ليش؟ لان وجود هذا الهنج حوله من ستيبل الى انستابل. اذا هذه هي الفيلير ميكانيزم لسمبلي سبورتد بيم. طورنا الفكره بالدرس الماضي الى فيكست بيم اللي هو من جوانب فيكست. فمن رسمنا المومنت دايجرام، والان نفس العمليه هم نسوي زياده بالتحميل مثل ما نشوف، كانه نسجل خلينا نقول كم مقدار اللود وكم مقدار الديفورميشن الديفلكشن اللي يصير بسبب اللود. فاكبر عزم وين كان؟ السبورت بالاطراف. لذلك هذا العزم وضعف هذا العزم في الوسط، اذا متوقع ان النقطه او المنطقه او المقطع اللي راح يوصل الى البلاستيك هنج او الى المومنت كاباسيتي او الى الالتيميت سترينث هو يا مقطع الذي في السبورت. لكن نبهنا انه هذا راح يكون يعني مومنت كاباسيتي ينحسب بهذا الشكل، يعني ينحسب من الحديد اللي في الاعلى، هذا نيجاتيف مومنت. حتى نفرق عندنا اذا بوزيتيف التيميت سترينث والنيجاتيف التيميت سترينث. زين، اذا هذا وصل الى بلاستيك هنج. من صار هنا بلاستيك هنج وهنا بلاستيك هنج وبدا اكو يعني خلينا نقول حريه بالدوران باطراف البيم، فهل هذا يعني ان هذا فيلير ميكانيزم؟ في وقتها تناقشنا بها وبالدرس الماضي شفنا انه لا، وجود هنج وهنج من الطرفين لا يعني انه انستابل، لذلك هذا لا يكفي لان يصير فيلير ميكانيزم. طالما ما صار فيلير ميكانيزم اذا اقدر اني بصراحه بعد ازود اللود. يعني طبعا انا كاتب هنا دبليو خطا، كاتب بي اسف خطا، فراح احوله الى دبليو لان باعتبار هنا احنا اذا نحكي عن الفيكست بي، اذا اقدر ازود الدبليو. شلون راح ازود الدبليو؟ بانه اجي بعد اضيف اوزان اخرى لانه لا زال ستيبل. ولكن من راح ازود الدبليو عفوا، هاي شوفوا هذه النقطه، النقطه الاولى هذه بوينت 1 اللي هي يعني تمثل وجود بلاستيك هنج بالأطراف، راح يتحمل ويصير ديفورميشن. ولكن هذا الديفورميشن شوف نلاحظ الميل مع الكيرب نقص لأنه صار البيم أضعف بس لازال ستيبل. زين، راح يبدي يزداد المومنت دايجرام. لو رسمناه شوفوا المومنت دايجرام ايش راح يصير؟ من راح نزود اللود هنا بعد ماكو زيادة بالمومنت، لأن هاي النقطة انتهت بعد مثل ما نقول وصل الالتيميت مومنت الى اقصاه، بعد ماكو زياده بتحمل العزوم، المقطع ما يتحمل عزوم اكبر، لذلك راح يزداد فقط وين؟ العزم في الوسط، الى ان العزم في الوسط يصل الى البوزيتيف مومنت اللي هو اعلى عزم بوزيتيف يتحمله السكشن. وطبعا مثل ما تشوفون بالمقطع المجاور نحسبه من خلينا نقول وجود الحديد في الاسفل. زين، هكذا إذا صار بلاستيك هنج في الوسط أيضا فشل، يعني المقطع الذي في الوسط صار 3 هنجز بالبيم، معناها وصل إلى failure mechanism. الآن وجود 3 هنجز نسميه failure mechanism، فنشوف إذا هذه النقطة تمثل أكبر W أكبر load نقدر نخليه على هذا البيم. إذا البيم اللي هو fixed يحتاج 3 هنجز حتى يصير بيه failure mechanism، بينما البيم السيمبل سبورت يحتاج 1 هنج ان ذا ميدل حتى يصير بي فيلير ميكانيزم. اذا هاي المحاضره راح نبديها بتعريف اللي الان بتشوفوا امامكم، وهو الفيلير ميكانيزم، وهو كم هنج راح يصير بالبيم حتى يصير بي فيلير كومبليت فيلير. هذا معنى الفيلير ميكانيزم. طبعا اقصد بلاستيك هنج، كم بلاستيك هنج. وايضا علقنا انه بالحياه العمليه بصراحه كل ما كان ستراكشر انديترمنت كل ما يحتاج يعني عدد اكبر من البلاستيك هنجز من المفاصل اللدنه حتى يصير بي فيلير ميكانيزم، لانه راح يكون بي خلينا نقول يعني كانه هذا يسمى بالستراكشر ريداندنسي يمكن ما ادري ماخذيه صف الثالث او لا، اللي هي مثل احتياط، عن احتياط بالتحمل
فكلما يعني indeterminate to higher degree لدرجة أعلى كلما معناها بي redundancy أكثر، يعني بإمكاني أن يتحمل أوزان أكثر قبل الفشل. أوكي. واضح لحد الآن هذه الصورة؟ إذا أي أحد عنده سؤال ملاحظة قبل ما نستمر إلى مفاهيم أخرى. وعن سهل هذا الكلام كله ذكرناه عن من؟ عن البيم. قبل ما نروح للسلاب، إحنا نتكلم عن السلاب أو two way slab. هذا البيم هو كأنه طبعا راح نطور إلى one way slab ومن ثم يبدي يروح إلى two way slab. قبل ما نروح إلى هذا، إحنا تعرفنا على البلاستيك هنج وتعرفنا على الفيلير ميكانيزم كتعريف. الآن بدنا نتعرف كيف نحسب أكبر لود يتحمل مثلا هذا البيم أو يتحمل هذا البيم أي واحد من عندهم. لو نرجع للمحاضرة هنا، طبعا أنا خالف يعني example بسيط حتى أبين هناك طريقتين بشكل رئيسي باليلد لاين. طريقة اسمها الإكوليبريوم ميثود وطريقة اسمها الفيرتشوال ورك ميثود. طبعا كل طريقة هي لها فد يعني خلينا نقول تفاصيلها، بس هو يطلع الجواب واحد مثل ما تشوفون الجواب واحد. احنا هنا راح ناخذ الطريقة الثانية الفيرتشوال ورك ميثود، يعني بصراحة شوية طريقة أسهل وأيضا تتعامل مع الإنيرجي مع الطاقة، وسراح أشرح لكم إياها للبيم حتى احنا نرجع بعدين نطورها إلى السلاب ومن ثم نتدرب على مسائل بأشكال مختلفة. هنرجع للصبورة وأشرح لكم شون نجد الآن الأكبر تحمل أكبر بي، هذا شون نجد المقدارة لهذا البيم البسيط اللي هو simply supported beam وعليه point load بطريقة virtual work method. زين، طبعا أول شيء خلينا نتكلم عن المبدأ مع virtual work. بكلمتين لو تشوفون virtual work، work يعني شغل الطاقة. زين، اللي تعرفون انه الطاقه هي القوه في الازاح، يعني القوه اللي نبذلها حتى نحرك جسم في مسافه معينه، هاي نسميها الطاقه. زين، او الشغل المبذول. بس لاحظوا كلمه ثانيه وياها فيرتشوال، افتراضي، يعني هو شغل مبذول بس مو حقيقي. شنو هذا الشغل المبذول واللي مو حقيقي؟ خلينا نتخيل شوي بعض الاشياء بصراحه، هي لانه راح نطب في عالم الفيرتشوال افتراضي. اذا احنا عالم الخيال، عالم الافتراضي وعالم الخيال. زين، خلينا نتصور الان ان هذا البيم صار به هذا الفيلير ميكانيزم اللي تشوفه. خل اعيد رسمه حتى اقدر اكتب عليه. هذا البيم الان اللي هو simply supported beam، وحسب الفرض الآن عليه point load مقدارها P. زين، الآن أقول مثلا الآن المرحلة الأولى قبل ما أطبق الـ virtual work method أنه أتنبأ بشكل الـ failure mechanism. قلنا إحنا الـ failure mechanism شنو؟ هو كم plastic hinge وأين مواقع هاي الـ plastic hinge حتى يتحول إلى unstable. الجواب طبعا رح يكون plastic hinge في الوسط، هو كافي واحد فقط كافي، وفي الوسط أن يسوي failure mechanism. إذن راح هذا أحوله إلى failure mechanism. هذا شكل الفيلير اللي راح يصير بالستركتشر. زين، هسه أجي هنا أنا أقول يعني أوقف الزمن، خلينا نقول بهذا الشكل، يعني هو المفروض سينهار، أنا راح أوقف الزمن، أوقف الزمن حتى ما أخليه ينهار. قبل ما ينهار راح أسوي فد عملية عليه، وبعدين مثلاً خلي الزمن يمشي، خلينا نفترض عندي فد مفتاح دقمة مال الزمن، يتوقف الزمن ويستمر الزمن. من وقفت الزمن راح أسوي الآتي، إنه أقول هذا الآن في هذه قبل ما يصير الفيلير ميكانيزم بوقت جداً قصير أجزاء من الثانية، راح أجي أسوي على هذا يعني عملية افتراضية. شنو العملية الافتراضية؟ أن هذا الجسم ينزاح إزاحة مقدارها واحدة واحدة. يعني شنو؟ خلي الجلسة أشوف. افترضوا أن الزمن توقف قبل ما يصير الفيلير ميكانيزم بلحظات، إيش راح أسوي هسه؟ راح أزيح هذا
يعني أسوي إزاحة displacement مقدارها واحدة واحدة. زين طبعاً إحنا نحتاج السل span. خلي إحنا أكتب هذا السبان، خلي نفترضه هو L مالت البيم. خلي نشوف. إذن virtual displacement إحنا قلنا دخلنا في العالم الافتراضي، في كل حاجين راح يصير افتراضي. فإذن الآن قبل ما ينهار البيم بلحظات راح أوقف الزمن، راح أوقف البيم ومن ثم أبدي أزيحة إزاحة واحدة واحدة مثل ما أنا صار. زين هاي العملية اللي أسويها راح يصير أكو شغل مبذول، يعني الآن راح أحرك البيم إزاحة واحدة واحدة، فراح يصير أكو على السيستم شغل نوعين بصراحة من الشغل، نسميه external work شغل خارجي و internal work. لأنه هاي الإزاحة واحدة واحدة المفروض من تسوي يسويها، يسويها اللود هذا P. إذن هناك شغل خارجي مبذول، شغل خارجي مبذول. زين الستركتشر راح يقاوم هذا الشغل الخارجي المبذول، بيش يقاومه؟ شغل داخلي مبذول. قانون حفظ الطاقة كنا نعرف سامعين يمكن احنا من الإعدادية من المتوسطة ما أعرف منين بدينا ندرس قانون حفظ الطاقة، أنه الطاقة لازم دائما ما يصير بها خسائر، لا تفنى ولا تستحدث ولا كذا، لذلك هناك توازن في قانون حفظ الطاقة. معناها الشغل الخارجي يكون لازم مساوي للشغل الداخلي، وإلا إذا ما مساوي أكون فرق طاقة، وين راحت هاي الطاقة؟ إذا هذا ما معقول. الآن في الطبيعة المتوازنة هذا لا يمكن قبوله في الفيزياء. إذا الشغل الخارجي المبذول على هذا السيستم الأمامكم يساوي المفروض الشغل الداخلي اللي راح يبذله السيستم يقاوم الشغل الخارجي، فمحصلة الشغل صفر. واضحة الفكرة؟ هذا المبدأ راح أطبقه في سبيل أن أجد مقدار خلينا نقول الفيلير لود. خلينا نبدأ نحول هذا الكلام اللي على شكل مفاهيم وتعاريف إلى معادلات وخلينا نقول قيم محددة. زين نبدأ بالشغل الخارجي. شقد أحتاج أبذل شغل حتى أحرك هذا السيستم واحدة واحدة؟ من يقدر يقول لي؟ أسأل آني، أسأل عقيل مثلا. عقيل شنو تتذكر؟ أنا قلت لك تعريف الشغل شو يساوي؟ هذا هو الشغل قوة في إزاحة. أحسنت، قوة في الإزاحة. زين لا هي الإزاحة واحدة واحدة. تمام. احنا اللي يعني احس القوة هي قوة في إزاحة يساوينا الشغل، يعني الشغل يعني يعني ايه. هم يعني الشغل على القوة كل يساوينا واحد، يعني القوة وهم واحد اعتقد. لا انا رد مقدار الشغل شو يساوي. شوف هسه عقيل خليك وياي، شوف راح اكتب EW external work. الآن من اللي راح يحرك هاي الإزاحة هاي القوة P؟ أنا قلت تعريف الشغل وتحضرتك السهم قلت تعريف الشغل إنه هو يعني تبتوى الشغل يساوي. إذن يعني P في واحد، يعني مقدار الشغل يساوي النبي واحد يساوي النبي. أحسن، شكرا عقيل. إذن حسبنا الشغل الخارجي بالمناسبة، يعني أي قوة أخرى مهملة، يعني وزن مهمل ما أدري شنو، هاي أعتقد واضحة أنا ما ذكرتها، ولكن ده أباوع السيستم بهذا الشكل المبسط إنه عليها فقط كأنه قوة P، ما بلا وزن ولا كل شيء. لهنا أنا أحد ما فهم، ترى هاي المبادئ مهمة جدا، من راح نعقد المسائل من نروح للتو ويسلاب بأشكال معقدة أشكال مختلفة يعني خيالية، فأرجو أن نفهم هاي المفاهيم الآن بشكلها البسيط حتى نسويها أرضية صلبة نقدر نستمر بها إلى الأمام. إذا أحد عنده أي ملاحظة أو شيء ما فهمه يقول لي حتى أني أعيد أو أتناقش وياه. زين إذن هذا هو الشغل الخارجي. نجي إلى السيستم من راح يتحرك هاي الحركة الوحدة واحدة ويصير بهالشكل مثلث، ما هو الشغل الداخلي اللي راح يبذله حتى الاثنين نساويهم وتكون المحصلة صفر؟ internal work. زين هنا شوفوا، يعني هي هم قوة في إزاحة بس ما راح تختلف، مو مثل الشيء اللي قلته قبل قليل. طبعا هنا واضح P وقاعد تدفع السيستم واحد، ف P راح تتحرك واحدة واحدة، إذن P في واحد
مثل واحد الآن بيدفع سيارة مثلا عاطلة، فإذا قد راح يسلط قوة وقد راح تنزاح السيارة، هاي الطاقة اللي راح يبذلها. هاي والله قضية جدا سهلة، بس الشغل الداخلي شوية بي جانب خيالي. هو الآن السيستم شو راح يبذل شغل داخلي؟ طبعا جواب انه هذا السيستم، هذا ستركتشر ده يدور بصراحة، ده يعني يصير بيه إزاحة وده يصير بيه دوران. إذا حتى الآن يسوي شغل داخلي ويتحرك هاي الحركة، راح يصير كأنه الفعل أو القوة هي مو قوة، إنما مقاومة دوران. والإزاحة راح تصير مو إزاحة حركة انتقالية، إنما راح تصير حركة دورانية. وحذكركم بالمثال اللي ذكرته سابقاً وقلت لكم، كنت هذا استعمله أنا دائماً عندما كانت المحاضرات حضورية. خلي يمكن أرسم لي هنا أنا باب بهالشكل، هذا مثلاً باب مال الغرفة، باب مال الصف اللي كنا نداوم به، زين هذا بهالشكل. زين هذا الباب الآن مربوط بهذا المفصل، هذا الآن مفصل، راح أرسم المفصل شبه الشكل. زين وهاي الآن مقبض الباب، وأنا أريد الآن أفتح الباب من مقبض الباب، أرد أدور للباب. زين الباب طبعا خلينا نقول هذا المحور، هو المحور اللي يدور حول الباب، وهذه الزاوية اللي يدورها الباب. خلينا نسمي الزاوية هي مثلا ثيتا. أنا أريد الآن أفتح الباب وأدور زاوية مقدارها ثيتا. تمام، أريد أفتح الباب من مكان، يعني خلينا نقول الأصلي مالته، إلى مكان جديد أحرك الباب، فزاوية الدوران أريد أفره ثيتا. فشوف الباب شلون راح يتحرك، اكو محور ثابت، هذا محور يدور حول الباب، وهذه زاويه الدوران. زين هسه الان تصوروا وياي، هذا الان المفصل جديد، يعني لا يقاوم العزوم نهائيا، لا يقاوم الدوران، يعني باب استوى مركبي، خليه له ايضا دهن جريز وكذا ما ادري ايش، بحيث كلش سوفت، افتح الباب ينفتح بسهوله بدون اي مقاومه. ايش قد الشغل اللي ابذله حتى افتح الباب؟ شنو رايكم اذا الباب جديد كم ابذل من الشغل؟ نعم دكتور، اذا ماكو قوه فماكو شغل دكتور. احسنت، ماكو شغل، يعني ما راح ابذل اي طاقه بصراحه، احرك الباب يتحرك راسا، يعني ماكو اي بذل للطاقه. لكن مرت السنوات وأصبح هذا الباب جزء من مبنى قديم، والباب قديم، وهذا المفصل مالته قديم، بحيث أن هذا المفصل مالته صار يقاوم الدوران. مقدار مقاومة الدوران بالمفصل خلينا نقول، طبعا شلون هذه مقاومة الدوران، شنو نرمز لها؟ نرمز لها أم عزم. فهذا المفصل صار به صدأ وزنجار، بحيث الآن يقاوم بمقدار عزم مقدار أم، طبعا امو متغير فد رقم معين. هسه الان ارد افتح الباب زاويه ثيتا، لازم معناها اتغلب على عزم مقدار ام، فشقد راح ابذل شغل حتى افر الباب زاويه ثيتا؟ ايش راح يصير الشغل هذا اللي الطاقه اللي ابذلها دكتور؟ ممكن يكون البي في ذراع الباب، يعني في أرض الباب. أنا ماكو بي، يعني أنسى سلبيم. الآن أنا باب ولازم بيدي وأرد أفتح الباب بهالشكل هذا، فشقد أبذل شغل أنا؟ مقاومة الدوران هي أم، والزاوية اللي أرد أفتح بها الباب ثيتا، فأكيد إذا أرد أفر ثيتا أحتاج طاقة أو شغل أبذل أم في ثيتا. واضح؟ أنا أرد هذا نتخيله، يعني الشغل الآن رح يعني هو هم يطلع كأنه وحدات كيلونيوتن متر، ولكن هو أصبح مو قوة في إزاحة، إنما صار عزم في دوران. مثلا زاوية الدوران بالراديان، يعني ماكو وحدات ما تطلع، فيصير فقط وحدات عزم. يعني إذا الشغل المبذول ناش راح يصير؟
مقاومة العزوم في هذا المفصل مالت الباب في زاوية الدوران. فإذا أرد أفر بعد أكثر زاوية أكبر راح أبذل شغل أكبر. وإذا كان أيضا في نفس الوقت هو مقاومته للدوران أكبر أم يعني أكبر هم راح أبذل شغل أكبر. واضحة هاي الفكرة بالشغل الداخلي شباب؟ يعني إذا الشغل الداخلي راح ما نقيسه على أساس القوة الخارجية، راح نقيسه على أساس هو السيستم شلون راح يقاوم الحركة الديفورميشن هاي الإزاحة الافتراضية اللي راح تصير. راح يقاومه عن طريق دوران، زوايا دوران. إذا واضحة راح أسألكم فسؤالين. السؤال الأول نرجع للبيم، خلينا نعوف الباب ونرجع للبيم. هذا البيم هنا شوفوا من هنا افتر زاوية مقدارها ثيتا. سؤال، ما مقدار الشغل المبذول حتى هاي الزاوية ثيتا تصير؟ من يجاوب؟ أسأل آني أسماء كرار كامل مثلاً، كرار موجود؟ نعم دكتور. نعم كرار، شنو رأيك الآن هاي الزاوية ثيتا اللي كتبتها على السبورة، إيش قد أحتاج أبذل طاقة وشغل حتى تفتر هاي الزاوية؟ دكتور بمقدار القوة راح تسوي هاي الزاوية. لا ذكر الكلام اللي ذكرته، أنا الآن مثل صور هذا باب، انسى هاي الأشياء. دكتور شغل داخلي ولا شغل خارجي؟ داخلي، دائما بحكي عن شغل داخلي خارجي، عفناه بعد كتبناه حسبناه. قد أحتاج شغل حتى هاي الزاوية فقط باوع لي بس هنا. دكتور بمقدار العزم راح تولد. العزم زين، من يساعد كرار أيضا بالإجابة؟ دكتور بمقدار أم ثيتا نقدر نقول. قد؟ بمقدار أم ثيتا. أم في ثيتا زين. أم شقد؟ أم شقد هنا مقاومة العزوم شقد بهذا الهنج؟ ما يقاوم الهنج العزوم. أها إذا شقد مقدار أم كرار؟ دكتور ماكو يعني ماكو يعني رقم طيني رقم رياضي هذا نحشي خير شقد يعني؟ دكتور صفر. صفر فصفر في ثيتا. دكتور ماكو شغل يعني. ماكو شغل. أحسنت كرار، شكرا. جواب صحيح الآن من كرار وأيضا كذلك من مساعدة من زميلة أنه الآن الشغل صفر. شلون عرفت الشغل صفر؟ شوف أكو ثيتا ولكن مقاومة عزوم ماكو. عشان أول شيء طلعتكم مثل هذا الباب اللي على السبورة أمامكم، إذن يحتاج الشغل أن يكون هناك مقاومة عزوم، ويحتاج الشغل أنه شنو يكون هناك زاوية دوران. زاوية الدوران متحققة بعد ما سوت هاي الإزاحة الافتراضية الوحدة واحدة، ولكن مقاومة عزوم ماكو صفر. زين طبعا ماكو حاجة أسأل بهالمكان، هم افتر هذا البيم فرمة هم زاوية ثيتا، طبعا هنا بالنص تناظر فمتساوية ثيتا منا ثيتا منا، هم الشغل صفر. إذن لحد الآن الشغل الداخلي صفر. بس خلينا نشوف هل أكو بعد يعني ماكو شغل داخلي؟ أكتب الآن صفر internal work. شنو رأيكم؟ بعد وين راح يصير الشغل؟ الشغل الداخلي المبذول حتى السيستم هذا يصير مثلث يشبه شكل البيم، وين؟ وين موجود؟ بالمنتصف. عافية. راح يصير حيدر وين الحكي كله؟ بالبلاستيك هنج. أوكي زين خلينا نشوف الآن البلاستيك هنج. البلاستيك هنج افتر لو ما افتر شنو رأيكم؟ من كان البيم عدل ثم صار مثلث، يعني كان البيم بهالشكل على شكل مستقيم خط عدل ثم بعدين صار مثلث، فهذا البلاستيك هنج من ينزل هذا المثلث لجوه راح يصير بيه دوران لو ما يصير بيه دوران؟ دكتور ما يصير بيه دوران حد ما يتحول الى بلاستيك هنج، دور يصير بدوران بحريه. هو 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 بصراحه وهذا من راح ينزل. انا ليش باعوا؟ شوفوا الجمله اللي ذكرتها شيء قضيه شويه يخبيها خيال. قلت احنا راح يصير فيلير ميكانيزم، لكن قبل لحظات من هذا الفيلير ميكانيزم وقفنا الزمن وبعدين سوينا ازاحه افتراضيه. يعني ارجوكم هاي الازاحه الافتراضيه الواحد شلون قدرت أسويها لو ما يصير هنا بلاستيك هنج؟ لعلها شلون راح ينكسر يطق ويصير مثلث إذا هذا باقي عدل يعني بخط مستقيم؟
راح ينزل لجوه. يعني اذا هاي الازاحه الافتراضيه كانه انا سويت الفيلير ميكانيزم ووقفت، يعني مو فيلير ميكانيزم صار ووقع البيم بالقاع تفلش، لا يعني هذا هدف من وقفت الزمن، انه انا اتحكم بالفيلير ميكانيزم. فقبل ما يصير بلحظه اجيت اني حركت وحده واحده وخلص توقفت الحياه، توقف الزمن خلينا نقول بهالشكل، بحيث ما نزل للقاع ما تكسر هذا البيم. فهذا الان من هاي النقطه نزلت من هذا المكان الى هذا المكان. ارجع على نفس السؤال، هذا الهنج يفتر لو ما يفتر؟ البلاستيك هنج، شوف اذا ماكو زاويه يعني ماكو شغل. دكتور يفتر بس يتحمل عزوم. ها إذن هو يدور بس بمقاومة للدوران. إذن راح يشبه حالة هذا الباب اللي أنا رسمته قبل قليل وقلت عليه قديم. فراح يصير هناك شغل داخلي مبذول في تدوير البلاستيك هنج. إذن الخلاصة، الشغل الداخلي بالهنج الحقيقي ماكو، صفر، لأن ماكو مقاومة للعزوم. فأي دوران هنج الحق يدور بدون أي بذل أي جهد، بذل أي طاقة. أما البلاستيك هنج صح راح يدور ولكن هناك مقاومة للدوران. كم هو مقدار مقاومة الدوران؟ الجواب هو هذا الرسم اللي رسمناه، هذه مقاومة الدوران اللي راح نسميه هنا MP، يعني Plastic Moment Capacity، حتى تيجي من خلينا نقول كلمة البلاستيك هنج. جيد زين، هسه شويه خلينا نتدرب شلون نحسب زاويه الدوران في البلاستيك هنج. زين الان شويه تصوروا وياي، سبع هنا ثيتا، قلت هاي ثيتا سهله، لكن هذه ايش قد دارت هاي النقطه من نزلت منها هالمكان الى هالمكان؟ كم هي زاويه الدوران في هذه النقطه؟ دكتور النقاط الخارجيه لو الداخليه قصدك؟ لا هي هاي قاعد اشر عليها، قاعد اشوف الاشاره مال الماوس، حركه الماوس. دكتور مقدار 2 ثيتا، 180 ناقص 2 ثيتا، 180 ناقص 2 ثيتا او 2 ثيتا او اوكي صح. هاي اجوبه كلها يعني متوقعه، لكن انا هسه راح اقول لكم شلون يصير دوران في هذه النقطه. زين شوفوا الآن، تخيلوا وياي أن هذا الدوران راح يصير على مرحلتين. خلي أرسم هنا وأرسم جوا هذا البيم حتى أبين لكم آلية الدوران، شلون راح يصير الدوران في هذه النقطة. هاي مهمة أن نتخيلها بصراحة لما سيأتي. إذن هذا هو البيم، هذا البيم الأصلي اوكي، ونجي الان السؤال من نور الهدى، هل اكو قانون ثابت للشغل وكل حاله لها قانون؟ لا، هو بصراحه اكو قوانين، واكو القوانين تتطبق كل مره شكل حسب شكل الستركتشر. القانون العام هو القوه في الازاحه او العزم في الدوران نور، ولكن التفاصيل تختلف، مثلا مكان عشقد زاويه الدوران شلون نحسبها كذا. ولا القانون الرئيسي هو لو قوه في ازاحه لو عزم في دوران. زين خلينا نرجع اذا الى هذا الفيلير ميكانيزم وخلينا نشوف. شوفوا ستخيلوا وياي كانه اول شيء عندنا بس هذا الجزء وهذا البلاستيك هنج، هناك مربوط جزء واحد. زين هسه هاي نرجع على الزوايا، هاي الزاوية شو تساوي؟ ثيتا. هاي الزاوية شو تساوي؟ أيضا ثيتا، تساويها بالتناظر. إذن هسه كم الآن هاي الحركة لحد هنا، وخلينا نقول هذا ما مربوط، هذا الآن ما مربوط بأي شيء، أو سوري خلينا نرجع أرسمه باللون الثاني. هذا الآن الجزء الآخر من البيم ما مربوط بأي شيء، فايش راح يصير؟ عدل. اوكي هاي اللقطه الاولى. الان طبعا هذا هو، شوفوا النصف نصف البيم عدل ونزل بقى عدل،
إذن هاي ماكو أي دوران من هالجهة اليمين، ولكن من جهة اليسار كم دار هذا البلاستيك هنج؟ زاوية مقدارها ثيتا، ولكن هو البيم يعني حق الطرف الثاني يعني ممكن يتحرك، هاي تجي هنا بهاي النقطة بهالشكل، ما ممكن تتحرك هذه تنزل إلى هذا المكان. فش راح يصير هذا الحقيقة؟ بش راح نقول؟ راح نقول هذا إذن هذا مو صحيح افتراضي، راح أرسمه على شكل نقاط، والحقيقي هو هذا. هاي العملية الدوران الثاني اللي صار كم مقداره؟ طبعا هاي ثيتا بين تناظر، إذن هذه هم ثيتا. سشوفوا إذن هذا البلاستيك هنج في الوسط دار مرتين زاويتين اثنيناتهم ثيتا متساويات، معناها إذا أرد أبذل عليه شغل حتى أسوي به هذا الدوران راح أبذل عليه شغل مضاعف مرتين، لأن عندنا اثنين ثيتا. في هذا شوفوا شو راح أكتب، اثنين لأن دار مرتين، فالزاوية اثنين ثيتا، ثيتا من اليمين وثيتا من اليسار. مقاومة العزوم إيش قد؟ هاي مقاومة العزوم قلنا راح أسميها أم بي أو أم كابيتال أو أم سمول، ما يهم مساعد الرموز هالشكل. فإذا هذا هو الشغل الداخلي، اثنين أم بي ثيتا. واضح هذا الآن شلون يعني استنتجنا الشغل الداخلي؟ إذا باختصار هو العزم في الدوران. الآن وين الأشياء اللي دارت؟ هذا دار وهذا بي دوران وهذا بي دوران، هذا وهذا بيهم زاوية دوران، ولكن الشغل صفر. ليش؟ لأن مقاومة العزوم صفر. أنا أحتاج زاوية وأحتاج مقاومة عزوم. مقاومة عزوم وين موجودة؟ فقط بالبلاستيك هنج. زين هذا الآن بي دوران، فمقاومة العزوم بي شو تساوي؟ أم بي. أم بي منين أجيبها؟ هذا من هذا الرسم، هاي أم بي من هذا الرسم، يعني من المفاهيم مع الكونكريت. زين كيف أحسب زاوية الدوران؟ بهذا الشكل الآن اللي سويته افتراضا، أنه عبارة كأنه عن حركتين، هاي دوران بعدين ومن ثم هذا دوران. إذن نستنتج من هذا بصراحة أي بلاستيك هنج في الوسط يجب أن يدور زاويتين دوران. إذا أحد عنده سؤال أو ملاحظة أو شيء حول هذا حتى أمضي إلى الأمام. زين دكتور بس الاتجاه مع الزاوية السر يعني ثيتو سالب ثيتو هالو كله ناخذ انه كله موجب؟ لا لا احنا ما يهمنا يعني الدوران كلوك وايز كاونتر كلوك وايز هذا ما يأثر بالنسبة لنا، احنا علينا انه دوران ناخذ نقول قيمة مطلقة، لان بدنا نحسب شو يعني احنا بدنا نفر الباب افتحها لبرا افتحها لجوا للداخل، هي اول وتالي دا ابذل عليها شغل وانا احسب مقدار الشغل الكلي المبذول. اوكي زين بعد ذا اكو سؤال اخر؟ نعم دكتور بس الام بي. نعم الام بي مقاومة العزوم دكتور اي ام بي منين نجيبها؟ هذا بسيط، هاي شوف ام بي نجيبها من هذا الشكل، يعني انا اذا اريد اكمل هذا الشكل حوله الى معادله شوفوا منين راح اجيب الام بي. مر عليكم هاي المعادلة؟ اي نعم دكتور مر علي. تمام هذا هو الام بي. اذا عرفت الرو وعرفت البي وعرفت الدي واف برايم سي واف واي عرفت الام بي. تمام زين. طبعا هنا اذا هذا بوزيتيف نيجاتيف نفس العملية بس الحديد يصير فوق نفس المعادلة. واضح يا شباب؟ أشكرك، هذا السؤال مهم حتى نعرف الـ MP هي منين نجيبها مقاومة العزوم بصراحة من كمية الحديد وأبعاد المقطع. زين خلينا نكمل، إحنا بعدنا الآن ما عرفنا الـ Failure Load إيش قد. إذا عندنا ثيتا منين نجيبها و MP عرفنا منين نجيبها، ثيتا شلون نحسبها؟ إيش قد زاوية الدوران؟ بس الآن نقدر نعرف من هنا ثيتا شو تساوي من هذا الشكل؟ ثيتا شو تساوي؟ شنو رأيكم؟ شوية تذكروا المثلثات
منين حصل ثيتا؟ إذا السبان أو والنزول واحد. دكتور كان الفيروس واحد على ثيتا. تمام، عاشت إيدك. إذن هي الزاوية التي ظلها بعوس هنا. إيش قد ظل هاي الزاوية؟ واحد على هاي المسافة. إذن واحد على أل على اثنين، فرح أكتبها رأساً اثنين على أل. أوكي، خلينا نتفق على فد شيء. إحنا إيش قلنا هاي الواحد؟ واحد شنو؟ يعني واحد متر، واحد كيلومتر، واحد مليمتر، واحد مايكرومتر، نانومتر، حتى وصلوا الآن بالنانومتر يحجون الباحثين. فشنو رأيكم؟ إيش نأخذ هاي الواحد إيش قد؟ دكتور وحدة واحدة يعني حسب الأبعاد مال البين. زين، أنا راح أقول فد شيء ثاني. هاي الثيتا أريدها تساوي اثنين على أل حتى أخلص من التان ومن المثلثات. أريد أقول ثيتا هي اثنين على أل. شو وقت أقدر أقول ثيتا هي اثنين على أل؟ دكتور هذا كان رقم كلش صغير، يعني أقول الوحدة مليم يعني؟ أحسنت. للزوايا الصغيرة الظل يساوي الزاوية. هاي من خصائص المثلثات اللي أنتوا دارسيها قبل، إنه الزاوية عندما تكون صغيرة جدا فظل الزاوية يساوي الزاوية. زين، بما أنه هاي الوحدة الواحدة أني ما أرد أقول يعني والله بذلت شغل كبير أو بذلت شغل صغير، أنا ما يهمني. أنا اللي يهمني قانون حفظ الطاقة، أن الشغل ما يضيع. لذلك حتى أتخلص من الظل والجيب والجيب تمام وهاي السوالف، فرح أتبع هاي القاعدة، أنه أعتبر هاي الوحدة واحدة، وحدة واحدة صغيرة. كيفكم بعد؟ واحد مليمتر، واحد مايكرومتر، واحد نانومتر. لأن أنا اللي يهمني مو الواحد، اللي يهمني شنو؟ إن الزاوية تساوي ظلها. زين، إذن يا جماعة إذا هذا اثنين على آل، فهذا إيش راح يصير الشغل الداخلي؟ إذن راح يصير 4 أمبي على آل. مو في تعوض اثنين على آل، فصارت 4 أمبي على آل. هسا الآن أرجع إلى مبدأ حفظ الطاقة. شو يقول؟ إن الإكسترنال وورك يساوي الإنترنال وورك، معناها P 4 MP على أل. هذا هو الفيلير لود. إذن اللود اللي يسوي لي فيلير، كومبليت فيلير بهذا السمبلي سبورتد بيم هو 4 MP على أل. يعني إذا عرفت مقاومة العزوم في الوسط الجديد البلاستيك مومنت كاباسيتي من هاي المعادلة اللي تشوفوها هنا مكتوبة اللي تدارسيها من صف الثالث، أضربها في 4 على سبان يطلع الفيلير لود. واضحة مو؟ زين، خلي شوية نتدرب، سوي براكتس على هذا الفيكست بيم. هذا الفيكست بيم شنو البراكتس اللي راح نسويه؟ اللي راح نسوي هذا البراكتس انه راح نرجع الان اللود صار يونيفورم، هاي اول فرق W، وصار عندي هنا بلاستيك هنج. شوفوا الفير ميكانيزم كم بلاستيك هنج راح يصير؟ 3. بمعنى ان البلاستيك هنج راح يصير بي نوعين، نوع بوزيتيف سمي بوزيتيف بلاستيك هنج، ونوع شنو؟ نيجاتيف بلاستيك هنج. واضح؟ هسه الآن نريد نرجع نحسب هم ايش قد الفيلير لود W اللي يصير هنا، وشنو الفرق عن الشغل اللي سويناه سابقا، يعني عن الطريقة اللي طبقناها سابقا بالسمبلي سبورتد بيم. جاهزين؟ مستعدين؟ زين اوكي، راح انا اشتغل حقيقه بمساعدتكم. كل شيء راح اسويه راح استشيركم، ومن ثم نفتح حوارات ومناقشات حتى بصراحه نفهم هاي الاشياء اكثر مع الفيرتشوال ورك، الشغل الداخلي شلون، الشغل الخارجي شلون. جيد، خلينا نبدا الان
with simply supported, sorry, fixed beam. هذا الآن هو fixed beam. مسلط عليه لود مقداره W. الاسبان مالته L. المطلوب الآن شنو لهذا البيم؟ نحسب الفيلير لود. ما مقدار W اللي تسوي فيلير؟ علما بأن هذا البيم بي حديد في الأعلى وحديد في الأسفل، وهذا الحديد في الأعلى ينطينا خلينا نقول MP نيجاتيف، زين، فد مقدار معين. وعندنا أيضا في الأسفل، طبعا أنا همتين عندنا MP نيجاتيف، وعندنا في الأسفل المقاومة MP بوزيتيف. سبب مناسب ممكن يتساوون ممكن ما يتساوون، يعني هسه احنا خلينا نفترض هنا هم ما متساوين، لذلك انا بقيت هذا رمزه ام بي نيجاتيف وهذا رمزه ام بي بوزيتيف. هذا مثلا يعطينا مقاومه 80 كيلو متر، وذاك يعطينا مثلا بوزيتيف مقاومه مثلا 70 او اكثر او اقل. انا هسه ما يهمني الارقام، يهمني شلون اطبق هذه المفاهيم. زين، الخطوه الاولى اللي سويناها، نعم تفضل. عفوا دكتور، زين نعتبرها المعاليم لان اذا نحسبها من قانون المعاليم احسن السابق. جيد، عجبتني هاي الكلمه. اذا ذني ام بي نيجاتيف ام بي بوزيتيف يا شباب، مثل ما قال عقيل، هي ترى معاليم بالسؤال مو مجاهيل، لان ابعاد المقطع معروفه والحديد معروف. اوكي جيد، شكرا لهذا التاكيد. ساجي الخطوه الاولى حتى احسب الدبليو فيلير، شنو كانت الخطوه الاولى؟ خلي أضم الخطوات السابقة بالصبورة حتى أختبر الذاكرة مالتكم. دكتور نحسب الاكسترنال لود، يعني تقصد نحسب الاكسترنال ورك تقصد أو تقول لا طبعا نحن سبعدنا مبكر على هذا، أكو شيء قبل هذا دكتور. البلاستيك هنج، ها اللي تستعملون التعبير اللي أنا استعملته قبل قليل، وهو نعم هو نجد البلاستيك هنج، بس هاي العملية شو نسميها؟ وهي إيجاد عدد البلاستيك هنج ومواقعها. شو نسمي هاي العملية؟ إيجاد شنو؟ سميتها بكلمتين قبل قليل. كان فيرتشوال ورك. بعدنا هسه حيدر، احنا هسه بعدنا ما وصلنا للفيرتشوال ورك. اكو شيء لازم نتنبأ يعني نتوقع كيف راح يصير. كلمتين الأولى تبدي بحرف الأف. دكتور الفيلر ميكانيزم. الفيلر ميكانيزم، شكرا حيدر، ما احتاج تقول الكلمة الثانية تبدي بحرف الأم. إذا أول خطوة يا شباب لازم أعرف الفيلر ميكانيزم. أنا أسوي دون ما أعرف الفيلر ميكانيزم لا أقدر أسوي فيرتشوال ورك ولا أقدر، لأن معه الفيرتشوال ورك شلون راح أسويها؟ يعني مثل ما قلت لازم أول شيء أتخيل شلون راح يصير الفيلر ميكانيزم، ثم أحرك الفيلير ميكانيزم آني بإرادتي قبل ما يفشل. أحركه واحدة واحدة، سوبي حركة واحدة واحدة. زين هسه الآن من يقول لي الفيلير ميكانيزم شلون راح يصير لهذا الشكل؟ دكتور هنجين بالأطراف في البداية. إحنا بعد فيلير ميكانيزم يعني نحكي كله، يعني نحكي لي آخر لقطة قبل ما ينهار البيم بلحظة، يعني بعد ما يهمني التاريخ. شوف هاي نقطة مهمة، يعني حلو هذا الإجابة احنا حتنبهني إلى أنا أقول فهذه النقطة. شوفوا بهاي الطريقة يا شباب الهيستوري أو فيلير is not important، انسى تاريخ الفشل منين بدأ وين بعدين ناطق هنا انكسر هنا، لا أخذ لي اللقطة النهائية. هسا عيد الجواب بناء على هذا الكلام، شو تقول دكتور؟ اثنين في بالأطراف واحد بالوسط. هسا حكي تمام، انه الفيلير ميكانيزم هو ثلاثه بلاستيك هنج، اثنين بالاطراف وواحد بالوسط، والشكل راح يصير بهذا الشكل. اذا هاي الخطوه الاولى وهو استنتاج
الفيلير ميكانيزم وتخيل ان الفيلير ميكانيزم كيف راح يتحرك الستركتشر. ليش قلت هاي الجمله تخيل شلون راح يتحرك؟ لانه هسه الان اني راح اسوي الخطوه الثانيه وهي شنو؟ حساب الانتيريال وورك والاكستيريال وورك. وبعد هسه ماكو ما صار اي وورك ولا كذا، شو راح اسوي اول شيء حتى يصير وورك؟ شنو قلت انا الجمله؟ سلط لود غير دكتور؟ هو اللود مسلط من قاعد موجود، هو ما شلون صار فيلير اذا اللود ماكو اصلا. شنو نتخيل اذا مقدارها وحده واحده؟ تمام، شكرا شكرا عقيل. علي علي اذا عندك شيء على حسين. نعم يمكن نفس الجواب علي عندك مو تمام زين. اذا وهو ان الخطوه شوف راح انا اقولها، نسوي ازاحه افتراضيه في هذا الفيلير ميكانيزم مقدارها وحده واحده. ليش انا هاي شوف اطلع على شكل خطوه مستقله؟ لانه بدون ما تتخيل الحركه شلون راح تصير ما راح تعرف ايش راح تزيح. يعني بالمناسبه شوف هذا البيم بكم نقطه، واحده اثنين ثلاثه. هسه من اقول اسوي ازاحه افتراضيه وحده واحده، يعني حتى ما يجي واحد يقول لي نقطه رقم واحد نزلها وحده واحده. ليش؟ لان راح اقول يا جماعه ترى نقطه رقم واحد هي ثابته وحتى رقم ثلاثه ثابته، فلازم اتخيل الحركه شويه، اغمض اتامل اتخيل انه الحركه شلون راح تصير. اذا النقطه الوحيده اللي قابلة للحركه وين؟ هي هذه. طبعا واحد يقول شو يعني هاي الاشياء بسيطه، بس انت قاعد ليش تشرحها هيك؟ لان راح تجينا اشكال معقده شباب، فراح تخيل الحركه ما راح يكون بهالسهوله. يا نقطه تتحرك يا نقطه ثابته ما تتحرك، يعني هذه بصراحه راح تصير بعدين. انا ما اريد اخوفكم ابدا، لكنه فهم هذه الاساسيات يعني هاي الاشياء الدقيقه راح يسهل كثيرا الخطوه القادمه. راح بصراحه سرعتكم خيال واسع بدون تتخيلون الحركه شو راح تصير. اذا النقطه الوحيده تتحرك هي هذه التي في الوسط، فهذه راح اجي ازيحها ازاحه مقدارها واحده واحده. هاي الخطوه الثانيه، فيلير ميكانيزم صار، وقفت الزمن، سويت فيرتشوال ديسبليسمنت وحده واحده، واحده صغيره جدا قلنا زين، هم صار. هسه الان الخطوه الثالثه اللي انتم تفضلتوا كل ساعه قاعد تحكوها لانه عبالكم اياها الخطوه الاولى، وهي حساب الشغل الخارجي والشغل الداخلي. خلينا نبدا بالشغل الخارجي، external work. شلون نحسب الشغل الخارجي الان؟ شنو رايكم؟ اي علي تفضل. دكتور دبليو في ال، دبليو في ال زين. احنا قلنا القوه في الازاحه، هسه هذا دبليو في ال لحد الان هو بس القوه، ما نضرب بالازاحه. ازاحه واحد، الازاحه واحد، يعني دبليو في ال في واحد. جوابك صحيح علي، بس اسمح لي راح اجزئه بهذه الطريقه. شوفوا هنا اختلف الدبليو، اختلف اللود عن اللود السابق. كان اللود السابق مركز في نقطة، وكان من حسن الحظ أن هذه النقطة هي نفسها تنزل خلينا نقول واحدة واحدة، فضرب رأسا بي في واحد، صارت العملية سهلة جدا. لكن هنا اسمحوا لي العملية شوية مختلفة. فش راح نقول؟ راح نقول بصراحة هنا راح نجي نجز الشغل على أساس السيجمنت. شون على أساس السيجمنت؟ الآن هذا بالفيلير ميكانيزم كم سيجمنت انقسم هذا البيم؟ كم قسم؟ وين هالسيجمنت؟ جزئين. تمام، هذا سيجمنت، هذا سيجمنت. إذا من راح ينكسر؟ راح ينكسر إلى two segments. نعم شكرا بنين. فإذا two segments راح نجي نحسب الشغل على أساس السيجمنت، يعني كل سيجمنت إيش قد صار بي شغل. سواحد تقول قبل شوية ما صار عندنا هالشيء،
لأنه كانت البي هي رأساً وين صايرة ويا الدلتا تتحرك. هنا أنا لا، اللود موزع على السيجمنتس، فعندي لود هنا ولود هنا، واللود شلون موزع؟ على شكل يونيفورم. إذا بصراحة حتى أعرف الشغل اللي يعني يبذل اللود الخارجي راح يعني لازم هذا الـ W شوفوا كل intensity كل شدة نزلت في المقدار، هاي نزلت هنا هالقد، هاي نزلت هنا هالقد، هاي نزلت هالقد، هاي نزلت، شلون راح نحسب؟ يعني معناه كون نسوي تكامل. يمكن لو تشوفون في نهاية المحاضرة عندنا شكل الحقيقة، يمكن أنا خالة أتذكر اللي هذا الوان واي، يعني وان واي سلاب، ولكن دكتور المحاضرة ما قاعد تطلع لنا، قاعد باقي على السبورة. السبورة صراحة أروح على المحاضرة. نعم بس يمكن طلعت لكم المفروض. نعم دكتور طلعت. تمام شوفوا الآن إيش كاتب عني بالمحاضرة. شوفوا السلام، اقرأوا وياي. The work W done by ultimate uniform load QU. شوفوا كيو، كل كيو لها دلتا، يعني هذا لود منتشر موزع على السيجمنت، معناها لازم اسوي تكامل. كل كيو الى احسب قد الدلتا مالته، ثم اكامل اسوي تكامل انتجريشن لكل السيجمنت حتى يطلع الشغل الخارجي. لكن انا ما راح اسوي هذا، راح اسوي الطريقه البديله اللي هي هاي الطريقه السهله، استعمل الريزلتنت المحصله، طريقة المحصلة. خل أرجع على الصبورة أشرح لكم يا أحسن من هاي المعادلة. شوفوا شباب، الآن نجي على مثلا هذا السيجمنت اللي على اليسار واللود عليه W. الآن ما مقدار المحصلة، محصلة اللود اللي تأثر على هذا السيجمنت اللي دا أشر عليه؟ دكتور W في نصف L، W في نصف L، القوة في طول السيجمنت تطلع المحصلة. زين هذا المقدار وين موقع المحصلة راح يكون إذا عدنا يونيفورم لود؟ نعرف لو ما نعرف؟ وين تأثر هاي المحصلة؟ خلا أسميها R، وين مكان تأثيرها؟ بالوسط دكتور. أحسنتي، بالوسط. إذن هاي هنا هذا مكانها، وهاي المسافة الآن إذن هي نصف المسافة. إذا هو أل على 2 إذن هاي شقد؟ أل على 4. زين R شو تساوي؟ W مثل ما قلتوا أل على 2. هسه باعوا حولت اليونيفورم لود إلى بوينت لود حتى يصير سهل، فش وجدت؟ وجدت المحصلة، والآن راح الشغل راح يكون يساوي إلى المحصلة في النزول اللي تنزل به المحصلة، مقدار الدلتا اللي تنزل به المحصلة. لذلك طلعت موقعها للمحصلة. ليش؟ لأنه حتى أشوف هاي المحصلة إيش قد راح تنزل، راح تنزل من هالنقطة إلى هالنقطة. أوكي إيش قد المحصلة قلنا؟ W في L على 2. زين ايش قد تنزل المحصلة؟ هاي المسافة اللي بالبرتقالي شو تساوي؟ نقدر نطلعها بطريقة ما لو ما نقدر؟ نسبة تناسب، عافية. يعني هذا خط مستقيم، هذا خط مستقيم نفترضه. زين اذا هاي واحد وهاي بالنص، فنقدر نعرفها رأسا شو تساوي؟ نص. إذن النزول نص. هذا اللي كتبته لحد الآن هو الشغل الخارجي المبذول، ولكن وين؟ على نص البيم، لأن على سيجمنت واحد. كم سيجمنت عندي؟ السيجمنت الثاني يشبهه لو ما يشبهه؟ لو شنو يقولون؟ تناظر وتمام يشبهه، لذلك راح أضرب فيه 2. هذا هو الشغل الخارجي لكل البيم. هو
واضح؟ مثل ما قال علي قبل شوية دبليو ار على اثنين، بس بصراحة شفته أنا الآن جزأتها إن هاي التجزئة مهمة جدا بالخطوات القادمة للأشكال المعقدة. إذن إعادة سريعة، شنو اللي سويته؟ اللي سويت إنه حسبت الشغل الخارجي لكل سيجمنت على حدة. This is one. وشو حسبت الشغل الخارجي؟ من حاصل ضرب المحصلة في مقدار نزول المحصلة، مو النزول الافتراضي مال السيستم كله وحدة واحدة، لا، مثل ما لاحظت هنا نزول المحصلة وين صار؟ صار بالنص مكان المحصلة، فنزولها راح يصير نص. أوكي، هذا شو ينطيني بالنتيجة؟ W L over 2. زين، نيجي الآن للإنترنال ورك. شوف دكتور، بس النزول ليش نص؟ ليش نص؟ لأن هاي المسافة، شوف هذه، خلي يمكن أحسن شيء أكتبها، هذه منها لهنا. تقدر تسوي مثلثات، تشافوا مثلثات، يعني نقول مثلا نسبة واحد إلى ال over 2 كنسبة y إلى ال over 4، واحسبها، هم راح يطلعك يطلع لك نصف. يعني خل أقول هيجي، خل أسميها y، ما يخالف، إحنا أول مرة نحسبها، حتى بعدين راس راح نعرفها. ف y شو تساوي؟ واحد إلى ال over 2 كنسبة y إلى ال over 4، y تساوي نصف. زين، الآن نجي على الشغل الداخلي internal work. شوفوا احنا قبل قليل حسبنا الشغل الداخلي، خلينا نتذكر شلون حسبنا. قلنا العزم مقاومة العزوم في شنو؟ في زاوية الدوران. فهنا شلون راح نحسبه؟ شنو رأيكم؟ شنو الاختلاف؟ دكتور نعم، خليه بالمسجد هنا دكتور، أما موجود خليه نبني كرار مثلا. كرار الآن معناها صار عندنا مقاومة دوران أكثر من مكان، مو لأنه قبل البلاستيك هنج واحد، فإذن عندنا هنا راح يصير، خلينا نقول هيك كأنه راح نحسب لكل بلاستيك هنج مقاومة دوران وزاوية دوران ونطلع الشغل. خلي نبدي الآن ويا علي، لأنه علي رافع إيده، خل ابدي احسب لنا مين راح تبدي بيا مكان. نعم علي حسين تفضل، هاي قديمة الرايز هاند لو جديدة؟ قديمة دكتور، بس ما يلا عندك جواب لو هو دكتور بالفكس، يعني بالأطراف، نبدي بالأطراف. يلا أوكي، خل نبدي مثلا بهاي اللي دا أشرح عليها، على اليمين، يعني ايدك اليمين او ايدي اليمين. نعم، بيها شغل مبذول، مو مبينه، لانه مدام بلاستيك هنج اكو شغل مبذول. شقد مقدار الشغل مبذول؟ رد لي ام بي في ثيتا. زين، اول شيء ايش اكتب؟ ام بي نيجاتيف. عافيه، ام بي نيجاتيف، احسنت، لازم اعرف يا ام بي. اذا اول شيء ام بي نيجاتيف في ثيتا. زين، ثيتا الان اقدر اعرفها راسا شقد ثيتا؟ قلنا زاويه صغيره، الزاوية تساوي ظل الزاوية، فش تصير ثيتا؟ واحدة واحدة. لا، ثيتا اللي هي ظلها، يعني ظل ثيتا شقد الآن؟ واحدة واحدة على شقد؟ واحد على شقد؟ من يساعد علي؟ شقد ظل الزاوية؟ خلينا نشوف بالشات بوكس. دكتور الله على اثنين. الله على اثنين. لو. على. اثنين على. بالضبط، 2 على ال، لانه 1 على ال على 2 فتنقلب، شو تصير؟ 2 على ال. جيد، شكرا علي. اذا احنا الان هسه لحد الان حسبنا الشغل وين؟ بالطرف الايمن. طالما اكو تناظر الايسر مثله، فايش راح اسوي؟ اضرب في 2. هذا المكتوب امامكم على السبوره الان هو الشغل الداخلي المبذول بالسبورتات. ايش بعد عندنا من الشغل الداخلي؟ دكتور بوزيتيف هديل، عقيل بسمع لي، اسمع، احنا نريد مشاركات اكثر. هديل تفضلي. العفو دكتور،
عندي سؤال أني الزاوية شون صارت اثنين على الله يعني اثنين منين اجت؟ تمام هسه أنا أجاوبش طبعا جيد شكرا على السؤال أرجوكم أي شيء في بالكم اسألوا قبل ما الموضوع يتطور ويتوسع. الآن سؤال هديل إن هاي الزاوية ثيتا كتبتها الآن على السبورة كيف أصبحت اثنين على الأرض؟ الجواب بهالشكل ثيتا تساوي تانجنت ثيتا قلنا لأن صغيرة الآن تانجنت ثيتا شي يساوي هاي المسافة المقابل واحد هذا واحد والمجاور هو أل على اثنين إذن واحد على أل على اثنين فش راح نسوي الآن عيد كتابتها من جديد هديل فاثنين تصعد لي فوق خام يصير بسط فش يصير اثنين على أل تمام زين خلينا نرجع الآن إلى قبل شوي كان عقيل يحكي مو كنت عقيل تتكلم لو من كان يتكلم قبل شوي بعش بقى أنا بال دكتور خبر عقيل دكتور الهنج الداخلي بقال الهنج الوسط الأفضل البلاستيك هنج الوسطي اي بعد إذا زائد شوفوا شو حكتب الآن أضيف ما خلص الشغل الداخلي بعد عندي زائد اي زائد شنو مثل الخطوة السابقة اللي سويناها مثل الخطوة السابقة بالضبط ليش مثل الخطوة السابقة لأنه طالما بلاستيك هنج في الوسط فأنا قلت الملاحظة قبل شوية البلاستيك هنج الذي في الوسط يدور زاويتين دوران يا شباب من اليمين واليسار هاي انتبهوا لها زين فش راح يصير مقاومة العزوم B هي MP positive والزاوية جد اثنين على L لكن هاي زاوية واحدة فبي زاويتين دوران إذن في اثنين هم إذا أي واحد يقول لي مو واضح شيء حتى أنا أوضح الأمور أكثر وإذا لا مثل ما سبق قبل قليل إذن ما عندنا مشكلة سنة هذه متشابهة اثنين اثنين على أل هذه هم اثنين اثنين على أل إذن بصراحة نقدر شو نسوي نقول 4 over أل طلعها خارج قوس وش يصير بداخل القوس البلاستيك مومنت نيجاتيف كاباسيتي والبوزيتيف مومنت كاباسيتي صح مو مشابهات زين الآن أطبق قانون حفظ الطاقة وهو external work يساوي internal work في الجواب شو يصير W L over 2 يساوي 4 over L وهنا هذه النيجاتيف و البوزيتيف طبعا الآن مبسط أنا أريد اللود في يعني الفيلير لود إيش قد لود يسوي لنا فيلير بالستركتشر هذا فش راح يصير راح يصير كأنه MP negative plus MP positive هذه بهالشكل وعندنا في 8 على L تربيع يعني أي fixed beam الآن أعرف المقطع مال تجد الأبعاد أعرف إيش قد بي حديد فوق إيش قد بي حديد جوا حتى أحسب بلاستيك مومنت كاباسيتي نيجاتيف وبوزيتيف أضرب في 8 على أل تربيع يطلع لي اللود اللي يسوي اليونيفورم لود اللي يسوي فيلير إذا هذه هي معادلة الفيلير لود للفيكست فيكست بيم واضح اللي قبل ما أنسى جوجل فورم للغيابات دكتور تقدر تعيد هاي الخطوة الأخيرة دكتور طبعا أقدر أعيدها أكيد هاي بدون زحمة جوجل فورم على مود الحضور تكتبون إلى أن إحنا نجاوبكم على الأسئلة زين تقصد هذه شلون صارت يعني لو بالضبط ياخذ ومنين يعني في منا وين بالضبط الإشكال مالتك حتى أعيد دكتور بس اشتقاق الحمل الأخير دكتور آخر ثلاث خطوات آخر يعني منها تقصد هذه أي نعم دكتور منها
الآن بعد ما حسبنا الاكسترنال وير وحسبنا الانترنال وير، قلنا احنا المبدأ الأساسي شنو؟ هو عدم ضياع الطاقة، يعني الشغل الخارجي المبذول يساوي الشغل الداخلي المبذول. فإذا جينا سوينا طبعا اشتقيناها قبل شوية، عرفنا المفاهيم أو الأساسيات شلون نقدر نعرف الاكسترنال وورك وشلون نقدر نحسب الانترنال وورك، حسبناها راح نساويهم. طبعا من راح نساويهم راح نبسط، ساوي 2 في 4 يصير 8، هذا التنزل يصير التربيع، وهذا صار بهالشكل. يعني شنو معنى هذا الآن؟ هذا اللود اللي يسوي يعني، أو خلينا نقول هاي الشدة مالت اللود، لأن عفوا هذا يونيفورم لود، فالإنتنسيتي مال اللود W اللي يسوي لي فيلير بالفيكست فيكست بيم هو يساوي 8 على التربيع مضروب في المومنت كاباسيتي بالنيجاتيف زائد المومنت كاباسيتي بالبوزيتيف. يعني هسه الآن إذا أرد أحول هذا إلى أرقام، وعندي مثلا بيم خلينا نقول بهذا الشكل، بس خلنا ناخذ بدون سلاب يعني كانه بيم فيكست من جهه، يعني شيء نظري زين. وهذا الان البيم بحديد مثلا، هنا مثلا 2 بارز وهنا فوق 3 بارز، خليهن يختلفن حتى شنو يطلع عندنا 2 ام بي نيجاتيف وبوزيتيف زين. وهسه شنو عندي؟ عندي بعد هذا مثلا 250 الدبث، مثلا 500 خلينا نقول، والحديد الآن اللي احنا خالي مثلاً هنا 3 فاي 16 وهنا مثلاً 2 فاي 16 مليمتر زين. هسه الآن طبعاً يعني عندنا البي عندنا الدي راح نحسب كذا، والرول حديد الفوق الحديد الجوة نقدر نعرف ام بي نيجاتيف وام بي بوزيتيف زين. لو كان هذا البيم الآن السبان مالته خلينا نقول هو فرضاً L يساوي 4 متر وفكست من الجهتين، نقدر نعرف الآن الفيلير لود؟ طبعاً نحسب الأم، نحسب الأم من الحديد ومن أبعاد المقطع، ومن ثم نضرب فيه 8 على 4 تربيع يطلع الدبليو كل نيوتن لكل متر مقدار الفيلير لود، اللود اللي يسوي فشل. واضح؟ نساني عدد بس يعني خلينا نقول بعد حولتها إلى كأنه إلى أرقام، ممكن الآن نحسب إيش قد هذا اللود اللي يسوي لنا فشل بالبيم فيكست فيكست. نعم إذا حد عنده بعد ملاحظة أو سؤال جيد كتبته الآن الحضور إن شاء الله بالدرس القادم. طبعاً رح نتوقف لهنا. الدرس القادم الآن انتهى الاستعراض لخلينا نقول الموضوع للبيم، هو الموضوع مو للبيم، هو الموضوع بصراحة للسلاب. فراح نشوف بالمحاضرة راح نبدي نحول المصطلحات والمفاهيم هي نفسها بس نحولها إلى طريقة أخرى. فالبلاستيك هنج شوفوا راح يتحول إلى ييلد لاين، كان نقطة بالبيم كنا نتعامل وياه كنقطة، الآن راح نتعامل ويا البلاستيك هنج خط على شكل خط، لذلك راح نسميه yield line خط الفشل. مثل شون يعني كأنه طبعاً yield معناها فشل زين، شون كأنه احنا بلاستيك هنج ممكن نقول yield point. هنا أنا بعد أصبح ما ممكن إنها two way slab، فأصبح عبارة عن line، عبارة عن مجموعة نقاط، فراح يتحول بصراحة البلاستيك هنج إلى ييلد لاين. وراح يصير هذا الييلد لاين هو بعضه يصير بالفيكست اند، يعني إذا فيكست خلينا نقول ممنوع الدوران يعني يصير بي نيجاتيف، وبعضه يصير بالنص مثل ما شفنا قبل شوية بلاستيك هنج بالوسط وبلاستيك هنج بالسبورت. فهنا همتين راح نسميه نيجاتيف ييلد لاين بوزيتيف ييلد لاين. راح إن شاء الله نتفق على هاي المصطلحات والمفاهيم، ومن ثم نشوف الفيلير ميكانيزم راح نستنتجه بصراحة بطرق أخرى يعني شوية مثل ما نقول أعقد. يعني شوفوا هسه هنا بالمحاضرة شوفوا عندكم هنا أشكال مختلفة، شوفوا أشكال مختلفة من السلاب. فالفيلير ميكانيزم راح يكون عبارة عن توزيع معين لليلد لاينز. فإن شاء الله راح أدربكم بالدرس القادم، أدرب خيالكم طبعا شلون إحنا نقدر، لأن شفتوا الخطوة الأولى هي أن نتوقع الفيلير ميكانيزم.
شلون توزيع هاي اليلد لاينز بطريقه بحيث تسوي لي فيلير ميكانيزم بالسلاب. هذا هو راح يكون ان شاء الله موضوعنا في الدرس القادم. نعم اذا احد عنده ملاحظه او سؤال خلينا نشوف. دكتور اي تفضلي هدي. نعم العفو دكتور اسمع. نعم تفضلي هدي. دكتور انا عندي استفسار يعني على المحاضره هذه مال شابتر 9 اخر محاضره مال اكوفالنت فريم ميثود. اي دكتور دكتور انت شرحت يعني بالمثال اخر شيء يعني أيوة. واحد على الكي اكوفالنت وطلعت الواحد على الكي مال كولوم بس جميل. الكي مال تورشنال ممبر قلت على المحاضره الجايه اشرحها ما كملت يعني بديت بشابتر 10. لا لا مو اني انتوا هنا انا صباحي انا ذاك الكلام ويا المسائي عندي محاضره وين مسائي ساعه بلا ما دكتور واني متابعه محاضراتك يعني اي مو يعني صباحي خلصت فاني الان موضوع اليرد لاين ويا الصباحي هو وياكم وموضوع اليرد طيب والمسائي يعني كملت لهم اياه يعني مو انا ردت تكمله المثال التكمله اليوم بالأربعة ونص محاضرتنا ان شاء الله مع المسائي اليوم بالأربعة ونص نعم بالأربعة ونص حضري ويا المسائي تشوفين التكمله ان شاء الله بعدنا ما كملنا طبعا بعد سؤال إن شاء الله. نعم إذا أكو ملاحظة أو سؤال دكتور تفضلي نور الهدى. نعم دكتور مثلا دورات يعني عندي سؤال على المحاضرات السابقة دكتور احنا وين على يا موضوع بالضبط على كوفالنت فريم لو على قبله يعني هو سؤال عام يعني مثلا مثلا يجي بالامتحان أنه أحسب العزوم بس شنو ما محدود أنه بأي طريقة نحسب العزم دي دي أم أو لا 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 ما فد مرة بصراحة هاي سنوات طويلة احنا ندرس ما خلينا هاي المسألة غامضة لازم نحدد يا طريقة لازم احنا نختبركم ورد نشوف مدى فهمكم لكل طريقة فما ندو واحد يختار هو الطريقة لا ماكو شي ما نجيب شي أسئلة أبدا زين أستاذ مثلا إذا كان الحل إذا كان الحل مطلوب إنه بالسؤال نحل بطريقة DDM مثلا استخدم دي دي ام هاي الحاله هو جاي بدنا نستخدم دي دي ام يعني لازم انه نكتب شروط الدي دي ام لا ما دام حدا نقول استعملوا الدي دي ام بعد ماكو داعي نشيك الليميتيشنز والشروط مال الدي دي ام يعني اصلا احنا قاصدين بالسؤال نختبر مثلا معلوماتكم بالدي دي ام بعد فليش نروح لل يعني نقول لكم تشيكوا الشروط الا نقول لكم تشيكوا الشروط الا يكون السؤال مثلا تشيك شروط الدي دي ام إلا بهذا الشكل راح يكون جواب نشيك الشروط. أنا لاحظت في الفصل الأول هواية مشيكين الليميتيشنز وهذه خطوة زايدة ما مطلوب. إلا إحنا نطلب. أرجو أن تنتبهون لهذه النقطة يعني ضيعون وقت بالامتحان وحرامات يعني هذا الوقت مهم. تمام دكتور. دكتور أنا بعد سؤال. هذا إحنا عندنا هذا البيم أخير شيء أخذنا هذا هاي المحاضرة. إنه قلنا العزم السالب والعزم الموجب يعني العزم الموجب عملنا وياك إنه مثل العزم السالب بس هو العزم السالب صار على الطرفين يعني بكل طرف أكو عزم سالب والعزم الموجب هو واحد يعني صار بس بالنص صحيح يعني ليش عملنا ويا نفس القانون يعني تقريبا بالشغل قانون الشغل يعني هسه قصدش هذا هسه هنا شوفي مختلف يعني ما جامعهن يعني ما خالين اثنيناتهن سوا شوفي هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف يعني كل واحد قيمته لحسبة واحدة هذا مثلا يطلع 50 هذا يطلع مثلا 30 يعني ما اعتبرتهن واحد انه ممكن يكون المساويات وممكن ما مساويات هسه هنا فارض ما مساويات بدليل انه بقيه للاخير يعني مثلا اذا هذا يساوي هذا مثلا ويساوي مثلا ام او يساوي سي او يساوي اي شيء اي رقم 50 100 كان كتبت مثلا 50 زائد 50 وعوضت واضح مو نور المسألة؟ واضح أستاذ شكرا تمام شكرا إليك بعد ذلك وأي سؤال أنا أشكر كل واحد بصراحة يوجه سؤال لأنه حتى هذه الأمور تتوضح وين كان طبعا السؤال أسئلة متاحة حتى المحاضرة القادمة ممكن واحد يسأل على أي شيء من أول السنة الدراسية إلى كل يعني حقيقة الوقت هو متاح لأي سؤال من الأسئلة أوكي السلام عليكم دكتور عليكم السلام أهلا بنين تفضلي دكتور بالنسبة للمحصلة مو قلنا هي بالمنفصل ليش ايش صارت يعني انه بطرف وصارت المسافة أل على أربعة ها لأنه أنا اشتغلت على كل سيجمنت على حدة يعني ما اشتغلت على الشكل كله ليش لأن الشكل ولا ما تحرك هاي الإزاحة الافتراضية اتقسم إلى أجزاء يعني شوفي هسه هذا خلي أطلع لك الرسم مع المحاضرة
يمكن شوية يوضح الصورة أكثر. طلعت المحاضرة عندك بنين؟ قاعد تشوفين هسه هذا الرسم بالأسف. شوفي هذا، شوفي هذا السيجمنت شلون صاير شكله. فإحنا قاعد نشتغل مرة على هذا السيجمنت، مرة على هذا السيجمنت. هذا اسمه سيجمنت، هذا اسمه سيجمنت، لأن إحنا بصراحة إحنا شغلنا هذا الهدف مو البيم، هدفنا السلاب، فلهذا راح نتعامل مع سيجمنتس وليس خطوط. شوفوا مساحات، راح تصير المحصلة بالدرس القادم إن شاء الله والدرس اللي بعده على أساس محصلة اللود على المساحة حسب شكل المساحة. فلذلك السهل يعني أنا أسألك الآن بنين، هذا الشكل المستطيل المحصلة وين تكون؟ وين مركز المساحة؟ بالمنتصف. عفية، بالمنتصف. فإذا هاي نزولها واحد، فأكيد النقطة اللي بالنص نزولها راح يصير نص. واضح مو؟ واضح دكتور، شكرا. شكرا شكرا. وكذا راح نتعلم شلون نحن يعني نشتغل الشغل الخارجي على أساس السيجمنت. عندي خمسة سيجمنت أشتغل شغل خارجي مال خمسة سيجمنت وهكذا. عندي اثنين أشتغل اثنين وهكذا. زين. بعد نعم. سير بس سؤال. إيه تفضل علي. نعم. المقطع اللي رسمته أبو الثلاث أشياء أو 16 كل. تمام. شيشين. إذا أردت أحسب النيجاتيف مومنت يعني أحسب ثلاثة شاش بالضبط. لا فوق. تحسب مقاومة العزوم، كان هذول الاثنين ماكو ما موجودين، تأخذ يعني أحسب من الأي أس، أحسب الرو أدخلها بالمعادلة. بالضبط بالضبط. هاي تطلع معدها الثلاثة وطلع معدها آه. وعندك البي وعندك الدي وعندك أف واي وعندك أف برايم سي، تطبيق مباشر. تمام. والبوزيتيف طبعا راح تعتمد فقط الاثنين. بوزيتيف. شكرا علي. نعم. اي سؤال اخر؟ جيد كذا دكتور. نعم تفضل تفضل. هذا اخر سؤال لو تسمح لي دكتور. اضافه الدي دي ام. نعم الدي دي ام. اي دكتور، احنا قلنا كل فقره اكو تعريف للال 1 وتعريف للال 2. صحيح. الفقره قاعد نشتغل بها. طبعا. دكتور هي دكتور اغلب الفقرات انه الاو 2 هي المسافه سنتر تو سنتر، صح؟ بس بحساب العجم ناخذها انه نص، نحكي على اللي اذا كان نصان خارجي. اي صحيح كلامك. تمام. اذا راح نحسب الحافه البنايه اذا كان اكستيريور فريم، صحيح. ودكتور يعني لو ناخذ طول الاسوان الاخير كله ناخذ نصه حساب العجم اللي نص. بالضبط بالضبط. لحساب امنوت ناخذ التو اللي هو عرض الفريم. فعرض الفريم ايش راح يصير؟ مقاس من سنتر البانل الى حافه البنايه، حافه الفريم. تمام. ممنون دكتور، ممنون. شكرا. بالعكس انا الممنون لهذه الاسئله الجميله. اذا اترككم بخير ونشوفكم ان شاء الله بالمحاضره القادمه. مع السلامه.